سريعا جدا عشان سريعا يعني جدا يا دوبك. بيزعقولنا. بكار يا سامة، هنعرف نتغلب على التخوف الموجود لازم من نشيل ده؟ الحكم من دماغنا تماما. يعني انا لو مكروش شيل الحكم من دماغك، انت نازل مركز في مباراه الكاميرون، في اللعيبه، في ادائك، ما ندخلش نفسنا في مهاترات، لان ممكن ده يخرج لاعبتنا عن التركيز. مباراه المغرب اي حاجه تخرجك عن التركيز نبعد عنها، وان شاء الله ربنا هيكرمك. توقعاتك للماتش؟ توقعاتي للماتش ان شاء الله 2-1 لمصر باذن الله. حسام عظيم. انا طب في لا يفتى وملك في المدينه. لا 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 ده رايك، لا رايك. انا متفق مع حضرتك 2-1 ان شاء الله. كمان اتمنى النتيجه تكون اكبر من كده كمان. يا رب ان شاء الله.